يذكر هذا السائل أنه أكبر إخوانه وأنه وإخوانه يسكنون مع والدهم في بيت واحد. يقول: أنا عندي أولاد وأعطي راتبي لوالدي، ووالدي هو المتصرف أو هو الذي يصرف على الجميع في هذا البيت، فهل لي شرعا أن أدخر شيئا من راتبي دون علم والدي من أجل أولادي الصغار؟ أفيدوني أفادكم الله. نعم، راتبك لك، مال لك، لك أن تدخره كله أو بعضه، وإذا طلب والدك شيئا منه فإنك تعطيه ما لا يضرك، فللوالد أن يأخذ من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه، أما ما يتضرر الولد بأخذه فإنه لا يجوز للوالد أن يأخذه. نعم، بارك الله فيكم.